وسوف أعمل جاهدا لتشكيل الحكومة. لم تمضي ساعات على تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون للوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لسعد الحريري، حتى تعالت الأصوات المناهضة والرافضة لهذا القرار، وامتلأت الساحات بالمتظاهرين الذين يقولون إن تكليف حسان دياب ما هو إلا تجاهل لمطالب اللبنانيين الثائرين. في كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت أغلق المتظاهرون الطرقات بسواتر ترابية، أما الجيش اللبناني فقد رد على ذلك بإعادة فتحها بالقوة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع المتظاهرين الرافضين لدياب، لتعود الأمور إلى طبيعتها بعد كلمة من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري دعا فيها مناصريه إلى ترك الشوارع على الفور. في شمال البلاد وتحديدا في طرابلس شهدت المدينة ليلا احتجاجات ومسيرات مماثلة ردا على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، وهو الذي لا يحظى بموافقة أغلبية الطائفة السنية على اعتبار أن دياب من الطائفية السنية ومدعوم من حزب الله. كما ترافقت الاحتجاجات في طرابلس مع قطع المحتجين للطرق الرئيسية والفرعية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الطرق الداخلية، في حين ما تزال المدينة تشهد حركة سير بطيئة وأغلاقا لمعظم المؤسسات التربوية والحكومية. بدورها مصادر إعلامية قالت إن قوات الجيش اللبناني تعمل على فتح الطرق بالقوة أمام حركة المرور.